عقدت بمحافظة مأرب ندوة توعوية بعنوان الدولة الاتحادية الأسس الثقافية والاجتماعية التي نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل محمد الجداسي. أقام مكتب وزير الدولة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ندوة بعنوان الدولة الاتحادية الأسس الثقافية والاجتماعية. وكيل محافظة عبد الله أحمد الباكري أكد على أهمية الدولة الاتحادية والتي ستمنح الكثير من الفرص والمناخات في تنمية المجتمع المحلية والتنافس بين الأقاليم. أن نخوض قمار هذه التجربة الناجحة كيمنيين، هذه التجربة أو النظام الفيدرالي نجاح منقطع النظير في عدة دول، وكان الأحرى بنا نحن اليمنيين أن نكون أولى بهذا النظام الفيدرالي الذي عانينا فترة طويلة منذ قيام الثورة، ثورة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر، ونحن في اختلافات عميقة في شكل ونظام وأسس وبناء وهيكلة الدولة اليمنية الحديثة. هنا أجمع اليمنيين كافة مشاربهم وانتماءاتهم وتكويناتهم وشرائحهم على نهج الفيدرالية. منسقة مكتب وزير الدولة لشؤون التنفيذ مخرجات الحوار الوطني انتصار القاضي أكدت على أهمية الندوة وأشارت إلى كثير من البرامج التدريبية والتأهيلية والتعوية خلال عام 2020 ميلادية. نفذ مكتب وزير الدولة لمخرجات الحوار الوطني ندوة بعنوان اليمن الاتحادي الأسس الثقافية والاجتماعية، تضمنت 4 أوراق عمل: سيادة القانون والمواطنة، أدوات وحماية حقوق الإنسان، الأهمية السياسية للدولة مدنية حديثة، إضافة إلى العدالة الاجتماعية. هذا تعتبر هذه الندوة هي بداية تدشين البرنامج للمكتب للعام 2020. شهدت الندوة تقديم أوراق عمل حول العدالة الاجتماعية والحياة السياسية وكذلك المواطنة المساوية وحريات وحقوق الإنسان في الدولة الاتحادية الجديدة. الناشطين والعلميين والحقوقيين قدموا كثير من رؤى المقترحات الهادفة إلى التوعية بمخرجات الحوار الوطني وبناء اليمن الاتحادي الجديد. الندوات التوعية وورش العمل تعمل على توعية المجتمع بأهمية مخرجات الحوار الوطني وبناء الدولة الاتحادية الجديدة في ظل الظروف الصينية. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.